يقول ربنا جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة سواء كان ولد ولا بنت، لكن قال الموءودة لأن الأغلب على العرب الجاهليين قتل أبنائهم، يقتلون بناتهم ما خافت إنها تغلط لما تكبر، وإذا غلطت بعد كبرها يعود العار على من؟ على أهلها. وسبب آخر أيضا كي لا تزوج، ما حد يتزوج من عندهم بنات. واشتهر عن عمر أنه كان وعد ابنته، لكن غير صحيح. ذلك لأن بني عدي، عمر الخطاب كان عدوي، عمر الخطاب كان عدوي، وبنو عدي قبيلة لا تئد بناتها أبدا، قبيلة لم تكن على عرف كثير من القبائل، وكثير من القبائل كانت لا تئد. قلت: والموءودة اسم للذكر والأنثى، حتى في زمننا اللي يسمى بالإجهاض، وهذا مشهور الإجهاض، وحاصل الآن هذا الطعام ما دخلت بلاد المسلمين، ما ترغب التفقه هي والزوج، كيف ايش رايك نتخلص منه؟ توعى تتخلصوا منه؟ اذا ما انكم ما عملتوا الاجراءات الاولى بعد الحمل، فالان خلاص الامر ما بيدخل. اتشاوروا فيما بينهم واتفقوا على ان يتخلصوا من الحمل، وعملوا عمليه اجهاض اسقاط للولد، واسقطوه ميتا وانتهى الامر. ويظنون انفسهم سلموا من الحساب يوم القيامه، لا، هذا قتل، وهذا داخل فيه. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، ما ذنبه ان يقتل؟ هذا جرمكم انتم، ما جريمته ان يقتل هذا؟ واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت،